أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF برنامج التطوير المهني المستمر لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات، وتعتبر انطلاقة هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وفاعلية السوق العقاري في مملكة البحرين. وقال سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: نهدف مؤسسة التنظيم العقاري لزيادة الشفافية والثقة وتوفير الضمانات للمستثمرين، وبأن مملكة البحرين تتمتع بقطاع عقاري صحي وقوي، وسوف نتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة عدد الاحترافيين في هذا المجال، مع ضمان تزويد جميع ممارسي المهن العقارية في مملكة البحرين بالخبرة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات السوق العقاري الحيوي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد ناصر الأهلي رئيس جمعية العقاريين البحرينيين. مساء الخير سيد ناصر، وفي السابقة هي الأولى من نوعها، ستكون هناك شهادات احترافية للعقاريين، كيف تنظرون إلى هذه المبادرة وما هي الفوائد التي ستعود على العقاريين والقطاع بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، مساء الخير على مشاهدي تلفزيون البحرين. في الحقيقة أن إقامة هذه الدورات العقارية يمكن في مملكة البحرين ومبادرة من مؤسسة التنظيم العقاري ومعهد BIBF ومعهد دبي العقاري، تعتبر المبادرة الأولى لكن نحن نطالب فيها كجمعية البحرين العقارية في تطوير وأداء العاملين في مجالات المهن الوساطة العقارية، إن كانت من المثمنين أو المسوقين والوساطة العقاريين. هذه التوجيهات طبعا يعني نابعة من توجيهات القيادة الرشيدة حفظهم الله، أن يكون هناك أداة تطويري للعاملين في مجال الوساطة العقارية بما يتناسب مع المؤهلات العالمية في هذه الأعمال يعني. ولا شك أن احنا في جمعية البحرين العقارية كنا ندارك أن هذه الأمور يجب تنفيذها من خلال مؤسسة التنظيم العقاري لأهمية هذه المؤسسة في سن القوانين والتشريعات العقارية. وتطوير أداء العاملين في مهن الوساطة العقارية تنعكس أكيد سلبيا على أداء يعني إيجابيا على أداء القطاع نفسه، وتعزز من أهمية هذا القطاع يمكن تكون ذو فوائد في السوق العقاري وتأثيرها مستقبلا على النمو على حركة التداولات العقارية، وأيضا تكون هناك ثقة في السوق العقاري من خلال الوسيط العقاري المتمرس صاحب الخبرة صاحب أيضا الدورات والمؤهلات اللي تكون مناسبة له في مجال عمل إن شاء الله. ونحن يعني أيضا يعني ندعو جميع الوسطاء العقاريين لانضمام هذه الدورات وأيضا للانضمام إلى تسجيل في مؤسسة التنظيم العقاري للحصول على هذه الدورات اللي تكون دورات مجانية تقوم بها مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع تمكين ومع BIBF للقطاع العقاري، وهذه الدورات يجب الاهتمام بها من خلال أكثر من 1400 بسيط عقاري في البحرين مسجل، إن شاء الله نتمنى تكون يعني هذه الدورات مستمرة على المدار السنة، لأن هناك الكثير من العقاريين يتطلعون إلى الانضمام إلى هذه الدورات وأيضا يعني تأهيلهم وأيضا تدريبهم في مجال الوساطة العقارية في التثمين والتسويق العقاري ووكلاء المبيعات إن شاء الله. نعم، السيد ناصر الأهلي رئيس جمعية العقاريين البحرينيين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1351 نقطة بارتفاع نسبته 0.6%، وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6,343,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,308,000
140 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 109 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.41% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8490 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.2%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4747 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 1.8%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4448 نقطة منخفاض بلغت نسبته 0.18%، وكان الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم. كشفت مصادر مطلعة لفاينانشال تايمز أن شركة أعمار تعتزم جمع ما يصل إلى 1.4 مليار دولار من خلال بيع فنادق وعيادات ومدارس وأصول غير أساسية. وأضافت المصادر أن الشركة تتطلع إلى جمع حوالي 700 مليون دولار من خلال بيع محفظتها الفندقية باستثناء عقارين رئيسيين. كما تقوم أعمار ببيع العيادات والمدارس في مجمعاتها المحلية بقيمة تبلغ 700 مليون دولار بحسب المصادر نفسها. ويذكر أن الشركة قد عينت بنك ستاندرد تشارترد لإتمام عملية البيع. تم إدراج شركة المتكاملة القابضة التابعة لمجموعة بود العائلية في السوق الكويتية، وستكون الشركة في السوق الأولى ضمن أسهم قطاع الصناعة. وقال جاسم بودي رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة القابضة في مقابلة مع قناة العربية إن نشاط الشركة يتضمن توفير المعدات المتخصصة لقطاع النفط والغاز، مشيرا إلى الأزمات الجيوسياسية التي أثرت في زيادة الطلب على خدمات هذا القطاع. وأضاف أن الشركة استمرت بتوزيع الأرباح منذ السنة الأولى لتأسيسها منذ حوالي 12 سنة إلى الآن دون انقطاع بالتوزيع، موضحا أن سياسة توزيع الأرباح تتناسب مع قيمة الأرباح الإجمالية وبنسب تصل إلى 50% من الأرباح. قال الدكتور شامي كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطني إن دول الخليج العربي ستتأثر بعدة جوانب في حرب التجارة العالمية التي أطلقت شرارتها الولايات المتحدة ضد الصين، وسرعان ما انتشرت إلى دول عدة بالعالم مثل كندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها. وأضاف شامي في مقابلة مع قناة العربية أن التأثير يأتي من توقعات تراجع النمو العالمي بسبب الحرب التجارية، وبالتالي تراجع الطلب على النفط بالتزامن مع زيادة حجم الإنتاج، وهذا يؤثر على ميزانيات دول منطقة الخليج. وأشار إلى تأثير الرسوم الجمركية وهي أداة الحرب التجارية إلى رفع التضخم في أمريكا، وهذا سيؤثر نظرا لارتباط عملات دول الخليج مع الدولار الأمريكي بوجه عام. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: كيف انعكس مونديال 2018 على اقتصاد روسيا؟ وهل ينتعش الاقتصاد الفرنسي بعد فوزه بكأس العالم؟ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بأنهم خصوم اقتصاديون لبلاده، وذلك قبيل انعقاد أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هيلسنكي. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيدخل القمة بتوقعات منخفضة، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن توقعاته منخفضة أيضا، وأنه سيعتبر القمة ناجحة لو تمخضت فقط عن اتفاق لإصلاح خطوط الاتصالات التي انقطعت بين الجانبين.
تشهد مدخرات الإيرانيين تحويلا محموما من الريال الإيراني إلى الدولار خوفا من عقوبات جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها. وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن خيبة أمله في المقترحات التي قدمتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية. وفشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال، وفي أواخر يونيو هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90,000 ريال للدولار في السوق السوداء، وكان سعر العملة بلغ الأسبوع الماضي 80,000 ريال مقارنة بنحو 43,000 في نهاية 2017. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. بعد أن أسدل الستار على كأس العالم 2018 وبدأ السياح يغادرون روسيا بعد مباريات حاسمة حبست فيها الأنفاس، يأتي السؤال الأخير قبل طي الصفحة: كيف انعكس مونديال 2018 على اقتصاد روسيا؟ وهل ينتعش الاقتصاد الفرنسي بعد فوزه بكأس العالم؟ التفاصيل مشاهدينا في سياق تقرير الزميلة ريم جناحي. تتسابق دول العالم على تقديم ملف استضافة كأس العالم، لما لهذا الملف من أهمية وقوة كبيرة في دعم الاقتصاد المحلي. فاليوم انقضى شهر حماسي تسابقت فيه 32 منتخبا من جميع قارات العالم ليظفر منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية، وهذا الإنجاز من المؤمل أن يساهم في انتعاش الاقتصاد الفرنسي، كما أشار لها وزير الاقتصاد الفرنسي بورنو لومير عندما أكد على أن النمو الاقتصادي لفرنسا سيرتفع إلى 2% في الأشهر الثلاثة التي ستلي نهاية فعاليات كأس العالم. أما البلد المضيف فله النصيب الأكبر من العوائد الاقتصادية للمونديال، حيث قدرت الحكومة الروسية أن ما يقارب 600,000 مشجع أجنبي زاروا روسيا خلال شهري يونيو ويوليو، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين سائح يزورونها في المعتاد في هذا الوقت من السنة، هذا إضافة إلى 700,000 روسي تهاتفوا أيضا لحضور المباريات. وانعكس هذا إيجابيا على المطاعم والفنادق والمتاجر والمطارات، حيث أنفق مشجعو كأس العالم ما بين 5,000 و8,000 دولار في المتوسط، وهو ما يصل إلى 4 مليارات دولار إلى الإنفاق المحلي. إلى ذلك قدر بعض الخبراء أن مكاسب استضافة هكذا أحداث تمتد إلى العام التالي، حيث تشهد السياحة زيادة بمقدار 25% في الدول التي تستضيف مباريات عالمية.